وهذا السيناريو احمد تكرر مع العديد من اللاعبين. فرحاوي وجماعه فرحاوي كاين بزاف كاين بزاف لعابه كاين. فرحاوي على بعد لا كارير انترناسيونال حسيت حس 20 سيزون. واه صغير مسكين واه. ما جاش السوديه للفريق الوطني. علي بن عربية موراه. علي بن عربية اللي جا لها مع الفريق الوطني. بالرغم مما قيل على التعرض تاعه في الجوده لقاش علي بن عربية راح كثير من الجزائر على بالهم. واه 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 واه. بصح في اخر المطاف جا لعب مع الفريق الوطني وطوك كابيتان ديكيب تاع باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان واه واه. وشلنا ضده حمله كبيره وحمله تاع تشويه. نقل اللي خسرنا النهار اللي خسر بالعربيه خسرنا ما تاهلناش للمونديال. واه كملوا معاه. تما 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 بالون دور اشريا. واه واه الاولى مع الوالي. لا لي ما تاع ديجا تفوت ولا مهم مجله رياضيه في صرح في سال الصحفي قال له شنو هي الامنيه تاعك؟ قال له جامري جوي لاكان افيك مون بي بور فينير اون ابوتيوز. قال له ماذا بيا نلعب كاس افريقيا مع بلادي باش نكمل بطريقه جميله الكارير تاعي. هما جاو كونتراي هذيك الفتره هذيك الفترة كتبها ماجر في تيفا سونا. وماجر تعرف ماجر تعرف راك تعرف ماجر. كتبها ماجر أقصاه من الفريق الوطني أقصاه بن عربية. واه كيما بن عربية بن عربية بن عربية بن عربية اللي البالمارس تاعي اللي ريش في فرنسا. باش عامل خاطر كلاسي ميا جوار دو ديك دو فوا شامبيون شامبيون دو فرنس. كيما لي شامبيون دو فرنس مع موناكو مع مع بوردو. ومكلاكي دوزيام ا باريس سان جيرمان كابتن ديك تاع باريس سان جيرمان. واه لا شوف شوف التقدير اللي يلقوه هاد اللاعبين في اوروبا ومين يجوا هنا ما يوليش والو. راني معاك راني معاك صاي كيما هادو كيما محرز كيما بيغولي ماندي بانوا بلي ما كان والو. واه لا شوف شوف التقدير شوف القيمه تاع هاد اللاعبين في اوروبا فمين يجوا هنا يولي يقول لك ما انا تبان لي ريحات في البنك ما قعدت كيما راهم يحوسوا كاع على ابراهيم يقعد في البنك راهم يحوسوا على ابراهيم يقعد في البنك راهم يحوسوا على محرز يقعد في البنك بيع الرودي كيب ناسيونال. وهذا هو الهدف تاعهم. واه شوف بن عربية بن عربية على بالك في هذيك الفترة من أقصية من الفريق الوطني راح لل راح لمانشستر سيتي. واه مانشستر سيتي ستيفن سيغان قال لهم على بالكم بلي مانشستر سيتي ما كسبتش هذا اللاعب كيما هذا في 20 عام ولا 30 عام ما كسبتش لاعب كيما بن عربية. واه من اساطير اللي فاتوا في مانشستر سيتي مي كانت مانشستر سيتي. ستيفن سيغان حكى على علي بن عربية بلي من اساطير من الاساطير اللي مرت على هذاك الفريق. واه واه وهذا هو المصير تاع هاد اللاعبين تسمى في البلدان اللي دقيقة اختيار لاعبين وما تخليش لاعبين اعتباطي اعتباطا كما نقولوا هاد الناس عندهم قيمة. ياودي بزاف كاين كراوش شوف كاين كراوش كاين بولوفا هادو كاع على بالك ما راك تهدر في الصح المصير تاعهم النسيان. كراوش بولوفا كاين لاعبين لعبوا مشاكل راحوا على بالك كانهم شي جزائريين مع هذه الصحافه ومع هذ المحللين مع هذ النشطاء تاع التخياط تاع البالو هنا في الجزائر على بالك بلي المصير تاعهم نسيان ما يجبدوهمش منسيين. واه هذا هو هذه هي المأساة تاع الجزائر. واه واه الجزائر على 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 المصير تاعها كان هذا المصير اللي راهي يضرب في وصلنا للأزمة أنها أعطات المقاليد تاع التشييع تاعها للناس اللي يمشي أكثر. الله يعطيك الصحة. والكفاءات والإقصاء تاع الكفاءات. الله يعطيك الصحة. سمعت حمد؟ شوف غادي نحكي لك غادي نحكي لك حمد؟ غير اسمح لي نعطيك هذه اسمح لي بركة. على بالك بلي الحاج باش كان يتصل مع اللعابه في الخارج كان كاين منصوري كريم ماروك بدحلب كانوا كاينين لعابه دي زونسيان لعاب الحاج اللي كانوا يتصلوا به عيطوا له هاشتا كاين الحاج اش كاين هما كانوا يوصلوا عند الناس قدام لا يوصل عندهم الحاج يوجدوا له الطريق. راك تسمع فيا خويا؟ نعم نعم ها وهذه هي وراني معاك دروك اعطيني الفكره تاعك.
لا الحاج 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 هذاك هو الكفاءه، هذاك هو الكفاءه اللي عرف كيف اللي يعاود استرجع هذيك الفئه من الجزائريين اللي هما المغتربين تاعنا. الله يعطيك الصحه. هو اللي عاود استرجعها. فغادي نحكي لك الناس اللي كانت هي اللي رايحه من المشعل تاع الهجوم على المغتربين. غادي نحكي لك التاريخ تاعها كي داير هذا علي بن شيخ. ماذا بك اعطينا جديد. لا خاطرش انا مناصر تاع الفريق الوطني. واه كنت تبع الفريق الوطني من بالك كانت عندي 7 سنين كنت تبع الفريق. صح شو لا انا من اللاعبين اللي خلاو اثر في عندي في التاريخ تاع الفريق تاع الكره الجزائريه كاين لاعب كيما هاسي ميلود. الله يرحمه. نحكي لك عليه هاسي ميلود. الله يرحمه. غير نحكي لك الله يرحمه واحد اللقاء اللي قاعد ديرها خاص الدين تاعي كاين ماتش الجيري بولوني هذاك هو البرك اخر لقاء لعبها صح لعبوا كونتر بولون قاسوا الكره لاطو كان هو الهداف تاع كاس العالم في 74 كان صح قاسوها له اون بروفوندور هاتي ميلو جرى مع لاطو اي مدافع يطيح يطيح خلاص واش لا يطيح تاكلي لاطو ولا يطيح صح هاتي ميلو لا هاتي ميلو جرى معاه عاود قال حاله وداري يطلع دار وطلع بها يمشى هاتي ميلو تاعي بيكام باور هذاك هو المول تاعي هذاك هو المول تاعي علاش عم خطره نقول لك انا بالعمري ما قبلهش في الفريق الوطني واه 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 حقيقه وعد يهدر الصحه سبحان الله يا بنادم ما يكونش منافق شوف المجامله والنفاق ما كاش انا نكره المجامله والنفاق كاين بلاصتو كاين ما كاش يروح يربح وخاص النموذج تاع اللاعبين اللي كبرت معاهم هو هذا النموذج باللاعبين الفنانين الله يعطيك الصحة. لاحظت الكرة قبل ما تكون رياضة هي فن. الله يعطيك الصحة. لاحظت الكرة لما كانش فيها إبداع ما أنا ما نتفرجهاش. الله يعطيك الصحة. لاحظت أنا ملي كنت صغير كنت نبغي الفريق البرازيلي لاحظت كان يبان لي بلي عندهم الجانب تاع الإبداع وكنت نكره الإيطاليين لاحظت كانوا يبانوا لي غشاشين. محمد؟ ما يلبوش كرة. الطريقة تاع الكرة تاع اللعب تاعهم كانت تبان لي تعتمد على الحيلة. وانا هذيك الكرة ما كنتش نفضلها، كنت نفضل اللعب اللي فيه إبداع وفيه خلق. كنا نفضلوا كاع البرازيل، المتعة في اللعب، المتعة في اللعب، البرازيل، لا هولوند. المتعة والإبداع. لا هولوند. هذا هو الميول تاعي كان هذا الجانب من الفن ومن الإبداع من الفنية. شو أنا هذيك المقابلة تاع بولونيا أحمد؟ لعبوها في 78 صح لعبوها في 78 موراها على بالك هذاك هو الانطلاقات الحقيقيه تاع الكره الجزائريه في الجيل تاع 80 صح من تما بدات الانطلاقه لاخاطش تما بان انا تما اكتشفت مريض خان تما لاروتر تاع هاتي ميلود الله يرحمه تما لانجيكسيون تاع بلومي لانجيكسيون تاع حد لي جان جوار بصح الميلود هاد فيه كان رايح كوب دي مون 82 لعبوها له بالضربه تاع قندوز بصح كان حبس هو في 79 حبس الميلود بصح لعبوها له كاينين يجي يلعبها هذيك لا كوب دي مون بيكام باور قال لهم القيصر تاع لافريك ويرا كاينين يجي يلعبها واه شو انا احمد على بالك اشهر قليله مور هذيك المقابله الفريق الوطني بمناسبه عيد الثوره او نوفمبر استقبلوا لعبوا مقابله وديه مع بايرن ميونخ صح لعبوها في سان جوي نقل من برايتنر لعب دي باسكا دي بلونش لعبوا سان جوي كان طارطون لعب اديداس بيضاء واه خاطش ماشي موالفين هما يلعبوا سير طارطون صح برايتنر لعب هذا الماتش شو صارت واحد الحادثه صارت حادثه في هذه المقابله حكاها لي واحد كان حاضر في هذه المقابله شاهد معايا صح قال لك كنا كان خالف محيدين كان مدرب الفريق الوطني صح ثم سيتي بريفي بلومي كان رقم 10 يدخل دونتري المقابلة. يدخل دونتري بلومي رقم 10 هو في الطابلو تاع سان جوي افيشاو لا كومبوزيسيون ديكيب تاع لي دو ديكيب صح
جمال عهو كان في الملعب، جمال عهو الوزير السابق وزير الشباب والرياضة كان في الملعب، شاف لا كومبوزيون ديكيب رقم 10 باللومي، هو دخل فيسيال علما ان بن شيخ كان في هذيك ليكيب. صح. هذاك الانسان اللي كان حاضر في هذيك المقابله قال لي بلي بن شيخ كان داخل جاي للملعب بس هي تاع دخان ان باكي سيجارات في جيبه وداخل باش نعرفوا النوعيه تاع هاد الناس اللي راهم يهاجموا في الكفاءات تاعنا. واه داخل في سيار جاي بالباكي تاع دخان بينا مخرجه من الجيب تاعه وداخل في سيار. كي دخلوا باللومي رقم 10 جمال حوحو هو قلع رقم 10 باللومي وعطاه للبن شيخ. بصح بن شيخ يقول لك باللي احنا كنا نلعبوا ما كانتش كاينه المعرفه وما كانتش تما الصوالح اللي فيه هو راه يحوس الى صقوا فيه هذو ضروري. لا هذا هو جمال حقوق. لا لا غادي نقول لك كيفاه لعب في الفريق الوطني ماشي لخاطرش كان يعرف يلعب. صح. كانت ناس فرضاتها هذه الفتره. ناس كانوا فارضينها في الفريق.